السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا ان شاء الله. النهارده هنعمل أكلة سريعة جدا وحلوة جدا في الصيف، ومش هتاخد من ايدك 5 دقايق، وقيمة جدا وشيك جدا ومغذية. هنعمل شيش طاووق سريع جدا، هفاجئكم بيه يعني وانا بعمله، مش هقول لكم الطريقة ازاي الا وانا بعمله. هنجيب ده 2 كيلو شيش طاووق. بصوا انا غسلته حلو جدا وقطعته، عايزة القطعة كبيرة تبقى كده كبيرة، مش عايزه قطعه صغيره. ماشي، قطعته قطع. عايزين ايه؟ هو مرحلتين. اول مرحله ده شيش طاووق، عايزين نتبله. هنتبله بصلتين كبار مفرومين، كوبايه زبادي واحده، انا مش عايزه احط كوبايتين، عايزه احط كوبايه زبادي واحده بس، معلقتين خل. هنحط التوابل اللي هي دي، معلقه كبيره ملح، ومعلقه كبيره فلفل، ومعلقه كبيره شويه او معلقه ونص جنزبيل باودر، وقرفه باودر، وتوم باودر، وبصل باودر اللي انا بقول لكم عليه دايما، والورق اللوري، والحبهان اللي انا بطحنهم وبحطهم كلهم مع بعض في خلطه واحده. فدي هناخد منها جزء نحطه هنا في التتبيله، هناخد من التوابل دي جزء نحطه هنا مع الفراخ، والجزء الثاني هنعمله في الخطوه الثانيه. هنقول دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالبصل، هنزل بالزبادي، كل الزبادي، هحط معلقتين الخل، الخل حلو قوي بيطري. الوجبة دي سريعة جدا جدا، اكتر يعني ما تتخيليش سرعتها قد ايه، وسهله وشيك قوي. اي حد هيجيلك فجاه وعندك شيش طاووق متبل او مش متبل، تقدري تعملي الخلطه دي، الطريقه دي انا اخترعتها بصراحه. كنت راجعه من الشغل ومستعجله وعندي شيش طاووق متبل ومش عارفه اعمل ايه، يعني انا لسه هقعد احط في السيخ، ولسه هقعد اشتغل والكلام ده بقى، واشيش والكلام ده، لقيت نفسي استعجلت ورحت مطلعه صينيه وقوام دب دب حطيتهم كلهم مع بعض. ما اقولكوش طلعت حلوه ازاي، وجميله جدا وفي منتهى السهوله وسريعه، يعني فوق كل ده وده كفايه هي انها سريعه. انا مش عايزه غير كده، عايزه اخلص على طول. حطي تعملي جنبها حاجات كتير جدا تاكلي جنبها. احنا كده تبلناه، ماشي. هنقول التتبيله تاني، بصل، بصله كبيره او بصلتين كبار مفرومين ناعم، عليهم كوبايه زبادي واحده، مش عايزه كوبايتين زبادي ولا 3 كوبايات، هي كوبايه زبادي واحده، معلقتين خل، معلقه فلفل، معلقه ملح، معلقه من التوابل اللي انا هكتبها لكم في صندوق الوصفه عشان تبقوا عارفينها، ويتبل كله مع بعض، وهنغطيه وهنشيله في الثلاجه اقل حاجه ساعتين، يا اما لتاني يوم، يا اما من الصبح بالليل، او من الصبح من ساعه ما تصحي لحد الغدا، يا اما ساعتين او ساعه بالكتير. هو الخل هنا هيسرع لي عمليه التتبيله. هرجع لكم بعد شويه وهقول لكم بعد ما نتبلها وتقعد في التتبيله كويس، ونشوف هنعملها ازاي. هنا يا حبايبي انا جبت صينيه كبيره بعد ما اتبلت الفراخ، ادي الفراخ متبلاها، سبتها ساعتين في الثلاجه. دي صينيه حطيت فيها 3 معالق زيت، دي انا بستعملها بزيت. المكونات الثانيه 3 بصلات كبار متقطعين مربعات زي دي كده، طماطم 2 برضو كبار او 3 برضو، 3 فلفلات رومي خضر، 3 فلفلات رومي حمر، ممكن فلفل اصفر بس انا ما لقيتش اصفر، ودبس رمان، وبقيت التوابل اللي احنا حطينا جزءها، الجزء بتاعها في الفراخ وهي بتتبل، هنحط دلوقتي الجزء الثاني. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبتدي ناخد الفراخ من غير ميه بتاعتها، وهبتدي انزلها، انا مش عايزاها بالصوص بتاعها، هوريك الصوص في الاخر ان فين. ايوه انا عايزاها تنزل كده، لان هي هتنزل لي ميه وانا مش عايزه الميه الكتيره دي. هبتدي انزلها كده، عايزه تعمليها كلها 2 كيلو اعملي، عايزه تعملي كيلو اعملي، عايزه تعملي نص كيلو. على فكره الطريقه دي من نص كيلو فراخ بتطلعي كميه كبيره جدا. انا فاكره ليها ان انا لما اخترعت الاكله دي يعني ابتديت بعد كده اعملها باي كميه فراخ عندي، ما اشترط ان هو يبقى لا لازم كميه كبيره، او لازم 2 كيلو 3 كيلو زي الشيش طاووق.
في الطاووق انت بتعملي كميه كبيره 2 كيلو بنحطهم في السياخ، طلعنا حوالي 30 سيخ او 25، كل سيخ بيبقى فيه 3 قطع كمان مش 4، لكن دي لا دي بترمي معاكي اكتر. احنا هنا كده هنبتدي نقلب. نزلنا حطينا ايه، احنا تبلنا الفراخ، بعد ما تبلنا الفراخ سيبناها ساعتين او ساعة او لتاني يوم. حطيت صينية كبيرة حطيت فيها معلقتين 3 معالق زيت، مش عايزين سمنة، الاكلة دي من غير سمنة. وابتديت انزل بقدر الامكان انك انت تخلي مفيش صوص الزبادي، عشان كده قلتلك زبادي كتير لا، هي كفاية علبة واحدة، انا مش عايزة علبتين عشان ما تعمليش صوص كتير. احنا هنفضل وراها كده نقلبها لحد ما اقولك هاتي هنوصل لايه وهنعمل ايه في الخطوه الثانيه. بصوا يا حبايبي، هنا عايزه اوريكم حاجه، شايفين نزلت ميه قد ايه؟ شايفين؟ وايه ده كمان، ده احنا ما حطيناش الميه اللي في الطبق، تخيلوا بقى لو احنا حطينا الميه اللي في الطبق، هي كده استوت. بس احنا طبعا كده مش هنقدر نشتغل فيها، هنعمل ايه؟ هنصفي الميه دي كلها خالص، مش عايزه ولا نقطه في الصينيه فيها ميه. فاحنا هنصفي الميه دي وهرجع لكم تاني. هنا يا حبايبي بعد ما صفينا الميه خالص، بصوا فاضل شويه ميه صغننين خالص، دي هي بتنزلهم، احنا عايزين شويه ميه صغننين خالص دول انت بتصفيها نهائي، وده الصوص بتاعها اللي صفيناه. ده حلو جدا، ده ما تقوليش لا انا هعمل بيه ايه، هرميه ده ما تترميش، ده ممكن تسقيه رز يبقى في منتهى الجمال، تعمليه جنب الخلطه دي جنب الشيش طاووق ده. احنا كده خلاص ماشي، هنبتدي نعمل ايه بقى، واحده واحده كده تيجي نروح نازلين بالبصل. خلي بالك كده الفراخ استوت، مش عايزه سوى اكتر للفراخ. وبصي انا كنت بقول لك قطعه كبيره، بصي صغرت ازاي، بصي صغرت القطع صغيره ازاي. هنبتدي نقلب البصل، احنا عايزين البصل ناكله، الشيش طاووق ده ناكله زي ما اكننا بناكل الشيش طاووق اللي في الاسياخ بالظبط. هبتدي انزل بالفلفل الالوان، وهنزل بالفلفل الرومي الاخضر، ولو اصفر عندك هيبقى رائع وفي منتهى الجمال. وابتدي اقلب، بصوا الكميه بقت ازاي، كترت ازاي، بقت ماليه الصينيه، طبعا اللون الاصفر كمان بيبقى في منتهى الجمال فيها. تيجي ننزل نقلب، وهنبتدي نعمل ايه دلوقتي، هحط انا حاسه ان الطماطم دي كتيره شويه، انا هحط شويه طماطم صغيره، يعني يعتبر طماطميه واحده. ليه؟ هي بتديلها يعني تبقى مسكره، مش حاجه يعني، احنا في الشيش طاووق وما بنحطش طماطم في السيخ، لا دي هنا هحط لها عشان تبقى مسكره. بصوا بسم الله ما شاء الله، تحسي ان هي كتيره، يعني ده انت لو عندك عزومه بدل ما تقعدي تجيبي الاسياخ وتقعدي تعملي في الاسياخ، لا هننزل ببقيه التوابل، دي بقيه التوابل هنزل بيها واحده واحده، ان احنا كده نزلنا الحاجات الخضار اللي احنا نزلناها هينزل ميته وما فيهوش ملح ولا فلفل. احنا المره دي ما حطيناش سكر في الاكله دي، وهتعرفوا ليه احنا ما حطيناش سكر، واحنا خلي بالكم مكتفيين بمعلقتين الزيت اللي احنا حطيناهم او 3 معالق الزيت اللي حطيناهم الاول بس، مش هنحط ماده دهنيه ثانيه. ان خلي بالك ان الاوراق فيها دهن، فهي كده هنعمل ايه بقى دلوقتي، هتروح ماسكين ثانيه كده وهجيلكم. بصي هبتدي انزل بالدبس الرمان كده، دبس رمان بس، ما عندكيش دبس رمان وهتقولي لي غالي، هقول لك معلقتين عسل اسود مش اكتر من كده فقط لا غير، هتدي نفس النتيجه. دبس الرمان هنبتدي ننزل بيها حوالي معلقتين دبس رمان، هو تقيل شويه، هيدي لها لون حلو جدا وهيدي لها طعم حلو قوي وهتبقى جميله جدا. احنا كده هنبتدي نقلب، بصي هي كده مفيهاش ميه، نبتدي نقلب دبس الرمان، ابتدى لونها يتغير، بقتش بيضه، ما اقولكوش على الريحه ازاي رائعة، ريحة التوابل. طبعا احنا عارفين ان الفراخ بتحب التوابل الكتيرة، بتحب الجنزبيل والقرفة والثوم البودر والبصل البودر مع الخضار مع الحاجة دي. احنا كده اكلتنا خلصت، هنعمل ايه بقى، نروح حطينا تحت الشواية
لحد الوش ده كله ما يتحمر. هطلعها من تحت الشوايه، اقلبها على الوش التاني، اقلب واروح حطها تحت الشوايه تاني. انا عايزه كل واحده من دي تحمر، ماشي؟ وهوريها لكم في التقديم. بصوا حبايبي، هنا بعد ما طلعناها من تحت الشوايه، ده لسه اول وش. بصوا انا عايزاها اللون ده كده. هبتدي اقلبها تاني، هي نزلت شويه ميه، ابتدي اقلبها تاني وابتدي اشوي الناحيه التانيه. هتقولي لي انت ليه بتعملي كده؟ هقول لكم كده، ده اللي بيديها طعم الشيش، اللي هو اللي بيبقى في السياخ بالمنظر ده كده. لان طبعا الشيش طاووق اللي في السيخ بيبقى متحمر من كل جنب ومن كل ناحيه، بس في حته طريه بالمنظر ده كده. وهنشوفها تاني وهنحطها تحت الشوايه ونشوفها تاني. بصوا حبايبي، هنا بعد ما طلعناها من تحت الشوايه، ده لسه اول وش. بصوا انا عايزاها اللون ده كده. هبتدي اقلبها تاني، هي نزلت شويه ميه، ابتدي اقلبها تاني وابتدي اشوي الناحيه التانيه. هتقولي لي انت ليه بتعملي كده؟ هقول لكم كده، ده اللي بيديها طعم الشيش، اللي هو اللي بيبقى في السياخ بالمنظر ده كده. لان طبعا الشيش طاووق اللي في السيخ بيبقى متحمر من كل جنب ومن كل ناحيه، مبقاش فيه حتت طريه بالمنظر ده كده. وهنشوفها تاني وهنحطها تحت الشوايه ونشوفها تاني. بصوا حبايبي، هنا ده التقديم بتاعها. هي كده بعد ما خلصت اتشوت من الناحيتين بالمنظر ده. ده رز بالكاري. انا خدت الصوص اللي طلع من الحله، اللي طلع من الشيش اللي انا وريته لكم اللي صفيناه، حطيت عليه كاري وكركم وشويه ملح. هي فيها تتبيله الشيش طاووق لان دي يعتبر شوربه، هي استوت ماشي، ورحت حاطه عليه مع كوبايه رز، وطلع احلى رز بالكاري. بتقدم جنبها وجبه كامله فيها كل حاجه، نشويات وبروتين وخضار، مش محتاجه اي حاجه تانية. اكله سريعه جدا، مش هتاخد في ايدك كلها على بعضها 10 دقايق ولا ربع ساعه على طول. وشيك قوي في التقديم، شيك جدا في العزومات، وحلوه جدا وجديده جدا. يا رب تعجبكم ويا رب تجربوها وتقولوا لي حلوه ولا وحشه، ماشي؟ يا ريت تشتركوا في قناتي، بحبكم قوي. انا حنان رمضان.